أهلا وسهلا فيكم أصدقائي في حلقة جديدة في يوم جديد في قصة جديدة. طيب اليوم طبعا راح نشتغل يا أخوان بطريقة غير الطرق اللي احنا كنا نشتغل فيها. اليوم راح تكون الطريقة مختلفة. طبعا أنا الآن اجيت يعني اللحظة هاي أنا اجيت فيها ماشي، وصلت حطيت الستاند وبلشت أصور. تمام طبعا منطقة جديدة اليوم، انا اول مره بدخلها صراحه يعني، فلا اعلم ايش فيها بالضبط، وبدي اشتغل على شغل جديد اليوم. طيب الشغل راح كيف كان، راح كيف راح يصير او كيف راح نشتغل عليه اليوم؟ بدنا نعمل بحث يا اخوان على منطقه احنا لا نعلم فيها اشارات او ما فيها اشارات او ايش وضعها. زي ما انتم شايفين المنطقه لا اعلم، والله لا اعلم لغايه الان لا اعلم. تمام فراح نشتغل عليها اليوم شغل. لو واحد مثلا داخل على قطعة أرض ومش عارف إيش فيها فبده يعرف اليوم إيش فيها إن شاء الله. طبعا مع الفحص، طبعا اليوم هو فحص كله فحص، فإن شاء الله اليوم مع الفحص بيبين معنا شغلات إحنا لا نعلم إيش هي، لكن إن شاء الله إنه بيبين معنا شغلات منيحة. تمام وإن شاء الله لكم كلكم راح تستفيدوا. طبعا الزيارات الميدانية يا أخوان الرقم موجود تحت الفيديو في صندوق الوصف، تقدروا انكم تتابعوا تحت الفيديو في صندوق الوصف موجود الرقم للزيارات الميدانيه داخل الاردن، داخل الاردن زيارات ميدانيه داخل الاردن. بالنسبه للاسياخ طبعا موجوده في الوصف، ارقام المندوبين موجوده في الوصف، ابو علاء من سوريا ولبنان ومن الاردن كافه انحاء العالم، احمد تقدروا انكم تتواصلوا معهم ومن ثم تحجزوا الاسياخ. طيب خلينا نشتغل اليوم مع بعض. راح نشتغل على نظام النبضة يا اخوان اليوم، راح نشتغل على الاسياخ هذول وراح نشتغل على الاسياخ اللي احنا بننتجها اللي هي الثانية. تمام لكن بالبداية راح نشتغل على الاسياخ اللي البسيطة اللي هي 3 ميلي اللي هي موجودة في كل مكان يا اخوان، واي واحد ممكن يقدر تحصل عليها ما في مشكلة. بالنسبة للاسياخ الثانية برضو زي ما حكينا الارقام موجودة اسفل الفيديو. طيب انا راح البس الشنطه يا اخوان لانه مش معروف تطلع لك حيه تطلع في الشنطه تاخذها على الدار معك ولا ايش الوضع، فمش معروف. طيب راح نشتغل اليوم طبعا على المحيط اللي احنا موجودين فيه يا اخوان، عندنا محيط بدنا نشتغل عليه. عندي محيط من شمال جنوب شرق وغرب، محيط كامل يا اخوان. يعني طبعا الان هذا اليمين تبعي يا اخوان، انا طبعا حاط على الكاميرا الاماميه، فهذا اليمين تبعي يا اخوان مش اليسار عشان تكونوا انتم عارفين، هذا اليمين تبعي. يعني اثناء الفحص راح يكون السيخ مبين عندكم انتم باليسار لكن هو فعليا باليمين يا اخوان. تمام نشتغل الان على المحيط اللي احنا لا نعلم هل في شيء او ما في شيء، وبدنا نقول بسم الله ونبلش يا اخوان. راح ناخذ النبضه في البدايه، طبعا راح اخذ النبضه من امامكم هيك يعني من المنطقه هاي اول، بعدين باخذ هاي المنطقه، بعدين المنطقه اللي خلفي، بعدين المنطقه اللي جانبي. تمام نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف بلكي على الله يعني داخلين هالدخله نشوف بلكي ان شاء الله ان شاء الله خير. نبلش بالنبضه زي ما احنا بنشوف دائما يا اخوان او بنعرف دائما انه باخذ بنظام الحقول. تمام يعني بشتغل بنظام الحقول. شو هو نظام الحقول؟ ما خلينا نشرح احنا قاعدين نفحص نشرح، لانه زمان انا صلي ما شرحت عن الموضوع هذا. وبالنسبه يا اخوان لموضوع المغامرات مثلا اللي طلعتها انا وابو علي بالليل، اجتنا التعليقات انه هذا مش محتوى وهذا مش كذا. يا اخوان احنا القناه هي قناه مغامرات في البدايه، هي قناه مغامرات اسمها المغامر ايهاب الحوراني. تمام فهي قناه مغامرات من بدايه القناه، فاي شيء بننزله بصير معانا شغلي شيء الى اخره، بننزل عادي ما في مشكله، بنطلع بالليل بننزل بالنهار تحت الارض فوق الارض، منطقه سياحيه منطقه مش سياحيه. تمام يعني محتوى. تمام نبلش نشتغل بنظام الحقول. نظام الحقول اللي هو انا قد ما برفع السيخ هو قاعد بعطيني قراءه اكثر، يعني ببلش من تحت هو قاعد بعطيني قراءه تحت، برفع شوي ايدي لفوق بعطيني مساحه اوسع. تمام كل ما برفع ايدي لفوق عماله بعطيني مساحه اوسع، على بال ما ارفع للاخر بعطيني مساحه ابعد ماشي، الله اعلم قديش بس، لكن بعطيني مسافه بعيده جدا يا اخوان. طيب على نظام الحقول بنرجع كمان مره بنقول هيك مثلا، هيك ما اعطانيش نبضه، رفعت ايدي شويه
ماشي، بلش يعني السيخ كأنه قاعد بقرأ شغلات عن الأرض، تمام، لكن الشغلات هاي مش واضحة. يعني حركة السيخ عشان تكون واضحة يا أخوان لازم الحركة تعمل معك النبضة كالآتي، يعني طلع على السيخ هسه تعمل معك النبضة هاي وبترجع، يعني في حركة جذب زي هيك تجي تمشي. راح أورجيكم إياها إن شاء الله، يكون مبين إن شاء الله، تمام، تعمل معك الحركة هاي وبتمشي، أو بالرجوع تعمل معك الحركة هاي وتكمل. طيب السرعة، اللي سألوني عن السرعة يا أخوان في فحص النبضة، السرعة كالآتي، بنعد بسرعة العد اللي أنا هسرح أعدها، تمام، وأنا إن شاء الله ما في حياية. هاي الشمتة أنا ضايقتني، إن شاء الله ما فيش حياية، تمام، منتبهين إحنا. تمام. السرعة كالآتي يا أخوان، بنقول 1 2 3 4 5، تمام، 1 2 3 4 5 سرعة، يعني 1 2 3 4 5 بدي أكون مخلص، 1 2 3 4 5 بدي أكون مخلص. هاي هي السرعة يا أخوان، يعني السرعة الزايدة هيك هذا ما بصير هذا الحكي، تمام، والسرعة البطيئة جدا بهاي الطريقة برضه ما بصير هذا الحكي يا أخوان. يعني 1 2 3 4 5 بطريقة العد هاي، 1 2 3 4 5 بننهي النصف دائرة اللي احنا شغالين عليها. طيب ارجع اكمل على اللي هي امامي، يعني طبعا زي ما قلت لكم هذا اليمين يا اخوان، هذا اليمين اللي انا ماسك فيه السيخ هذا، وهذا اليسار يا اخوان، بالكاميرا مبين بالعكس، ماشي مبين بالعكس، هذا اليمين يا اخوان وهذا اليسار. طيب نكمل، نقول بسم الله، ناخذ اول حقل، لا برفع شوي ايدي بكمل، ما في، برفع ايدي شويه، في حركات بسيطه للسيخ قاعده بتصير لكن مش مهمه، يعني حركات يدوب ممكن تكون حركات الجسم او ممكن تكون حركات الفحيص يا اخوان، لانه اي حركه بالجسم ممكن تاثر على الاسياخ. طيب ناخذ المنطقه اللي على يمين، راح اخذ المنطقه اللي على يمين ان شاء الله يكون واضح على الكاميرا، ونقول 1 2 3 4 5 برفع، 1 2 3 4 5 برفع، 1 2 3 4 5 الآن صار في عندي قوة جذب لإشي لكن بعيد، يعني إشي بعيد، ما مشكلة، مش دقيقة ألف لكم المشهد، تمام. المنطقة اللي ما بعد الجبل هذا يا أخوان، ما بعد الجبل هذا، يعني معطيني، ممكن معطيني على الجبل اللي فوق هناك، لكن مش مهمة، يعني ما بقدر أخذها إنها تكون مهمة، تمام. نكمل، ارجع عيد هاي مره ثانيه، هيك واضح، اتوقع واضح ان شاء الله، المشكله الشجر عاكس على الشاشه، انا مش شايف شيء، تمام، برجع بعيدها مره ثانيه، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، تمام، في شيء هيك لكن بعيد، ما راح اروح له لانه بعيد كثير. اخذ المنطقة اللي خلفي، تمام، ما بعرف ان شاء الله تكون واضحة، انا كل الاحوال راح اخذها، ماشي، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4، برضه في قوة جذب لكن لتحت شوي، يعني في المنطقة اللي تحت هذيك يا اخوان، ماشي، في قوة جذب عالية، يعني ممكن يكون هدف منيح، تمام، ففي قوة جذب عالية، عمالي بشوف السيخ وحركة السيخ عمالها بتجذب مكان بهذا الاتجاه يا اخوان. طيب راح اخذ الجهة الاخيرة اللي هي بالاعلى، وهسه راح اشتغل على شغلتين، اصلا نشتغل على النبضة ونشتغل على السحب، ونشوف هل السحب برضه بيجيب نتيجة ولا ما بيجيب نتيجة. طيب نشتغل على هاي المنطقة، 1 2 3 4 5 برفع، 1 2 3 4 5 برفع، 1 2 مسك اشي، تمام، انتبهوا يا اخوان، ان شاء الله انه يكون واضح على، اشوف له حد هيك، واضح هيك، تمام، انتبهوا على هاي، مسك اشي عندي في المنطقة اللي لفوق، هيا ماسك السيخ، يعني السيخ عماله بروح على
المكان وما بتركه لحد ما امشي شويه، يعني امشي ايدي شويه بعدين بتركه. طيب ارجع فيه رجوع، بسم الله، هايو اخذه، برجع فيه كمان، هايو اخذه، برجع فيه كمان، هاي اخذه، للتاكيد يا اخوان، يعني انا قاعد باخذ التاكيد. خلص صار عندي اتجاهي معروف، هذا هو الاتجاه اللي انا راح اروح عليه. طيب نظام السحب، طبعا احنا ليش بنحكي هاي الارض؟ هاي الارض يا اخوان مليانه اهداف، يعني فيها اكثر من خمس حضارات او اربع حضارات دخلت على هاي المنطقه، تمام؟ فهاي المنطقه قلبت فيها حضارات، كل شيء صار فوق بعضه، يعني الحضاره من حضاره مثلا خلينا نحكي كنعانيه، لا اجت الحضاره الرومانيه، بعدين الروماني الوثني مثلا، اجت الحضاره البيزنطيه، بعدين اجت العهد التركي، يعني كله اجى فوق بعضه في المنطقه هاي. فصار فيها، صار فيها دفن، وصار فيها حروب مثلا، وصار فيها غزوات انه حطوا مثلا العساكر او الى اخره دفنوهم في المكان، او موجود يعني مدافنهم، موجود مقابرهم. فهي المنطقه كثير قويه يا اخوان، طبعا هي المنطقه منطقه كبيرين وباتجاه العالوك، والعالوك الكل بيعرف شو وضع العالوك، من الخبراء بيعرفوا وضع العالوك وبيعرفوا مناطق شفا بدران، وهي المناطق تكنيزيه من الدرجه الاولى. طيب راح اخذ على نظام السحب واشتغل عليه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نظام السحب يا اخوان، هسه انا بس اجي اخذ مثلا النبضه، ماشي، بكون فرق بين ايدي 15 سم تقريبا، هاي للنبضه. هسه لما اخذ سحب برفع ل 30 سم يا اخوان، هذا هو، يعني هذا هو القياس، تقريبا 30 سم بعد الاسياخ. اللعبه يا اخوان في بعد الاسياخ، مش في الطول، عشان تكونوا عارفين الطول احنا بس بنميزه من معدن وفراغ، يعني بنميز الطول من معدن وفراغ فقط لا غير، لكن اللعبه في الموضوع كله، في لعبه الفحص يا اخوان، هي المسافه ما بين ايديك، تمام؟ يعني اذا كانت ايديك قريبه من بعض فاثنين راح يشتغلوا نفس الشيء، اذا ابعدت شويه راح يصير في عمل ثاني، اذا ابعدت اكثر راح يصير في شغل ثاني. فهي الفكره يا اخوان في بعد الاسياخ عن بعض، يعني مسافه بعد الاسياخ عن بعض. واحنا حكينا قبل هالمره انه كيف اعرف انه هذا السيخ له هاله ولا ما لهوش هاله، وانه هذا السيخ له هاله ولا ما لهوش هاله. بمسك السيخ وبمرر السيخ الثاني من تحت السيخ الاولاني، بحس بايش؟ بايدي، بحس في زي الكهرباء، شيء هيك زي نبضات بسيطه بتحسها بايدك يا اخوان، تمام؟ يعني بتحرك السيخ بهاي الطريقة، الآن بتشعر في النبضة، نبضة هنا. حكينا مرة على المباشر، جبنا قطعة ذهب وحطيناها تحت السيخ وحركناها بالطريقة السريعة يا أخوان، فالكل قال نعم حسينا في النبضة أو حسينا في الكهرباء البسيطة اللي قاعدة بتصير بالإيد، يعني عماله بعطيك على هالته وعلى شغله، عماله بعطيك نبضة. وهي هي فكرة النبضة، عشان تكونوا عارفين النبضة هي إشي بيمسك، إشي أثيري، يعني الهالة هي جسم أثيري، يعني بيمسكه الأسياخ، وضحت؟ هاي هي النبضة اللي احنا كنا نحكي عنها، إنه كيف تأخذ الهالة والطريقة اللي بتأخذ فيها الهالة، عن طريق إنه بتجيب سيخ ثاني أو بتجيب قطع الذهب وبتمرقها من تحت السيخ بسرعة شوية، تمام؟ على أساس إنه يلتقط الهالة، لأنه الهالة بتكون ضعيفة لا تذكر في القطع الخارجية أو قطع ما اللي فوق الأرض، يعني أي شيء فوق الأرض المصنع يعني. طيب السحب يا أخوان حكينا، بنفتح ايدينا تقريبا 30 سنتي وبنمشي. الآن أعطاني سحب يا أخوان، هيا أعطاني سحب للنقطة اللي حكينا فيها، في نقطة هناك، تمام؟ الآن أعطاني سحب، هيا هذا السحب، أخذ سحب إشي، تمام؟ في إشي سحب هيك، وضحت؟ راح نأخذ المنطقة اللي إحنا فحصنا فيها وفي هدف فيها، تمام، ونشوف السحب هل يعطينا ولا ما يعطينا، تمام. الآن بنشوف يا أخوان مباشرة، أعطاني السحب، أعطاني شغل السحب صحيح 100%، بنلاحظ السيخ راح بالاتجاه. طيب السحب شو قصته؟ شو قصة السحب؟ هسا السحب بعطيك نقطة صفر ولا لا؟ ما بعطيك نقطة صفر، تمام. السؤال إنه السحب بعطيك نقطة صفر ولا ما بعطيك نقطة صفر بالمرة، ماشي؟ طيب نعطيكم دقيقة، أقل من دقيقة، خليني أورجيكم السحب، تمام. هو بعطيك نقطة صفر ولا ما بعطيك نقطة صفر، ماشي؟ يعني هذا السحب، فكروا في الموضوع، أعطونا إجاباتكم يا أخوان. هي سحب مباشرة راح عليه، تمام، ومن ثم سحب مباشرة راح بالاتجاه. السحب بعطيك نقطة صفر ولا ما بعطيك نقطة صفر؟ أعطونا إجاباتكم يا أخوان بالتعليقات. يلا خلينا نشوف، طبعا
التعليقات الخارجية أحسن من تعليقات اللي هو بالخلال المباشر، ماشي. التعليقات الخارجية أهم يا أخوان، ومثلها مثل اللايكات، تمام، بتعمل انتشار للفيديو، بتعمل شغل كامل لمحركات البحث في اليوتيوب، تمام. اللايكات يا أخوان ضرورية جدا لرفع الفيديو، أو إنه اليوتيوب يأخذ لك إياه إنه والله هذا الفيديو مهم، عرفت كيف؟ يعني الفيديو إنه يصير بالنسبة لليوتيوب إنه هذا مهم، إنه هذا لازم إحنا نعطيه انتشار أوسع. عشان هيك يا إخوان أغلب الفيديوهات بيجوا بقول لك اللايكات اللايكات اللايكات، ومن الفيديوهات اللي إحنا برضو نفس العملية بنيجي بنقول لك اللايكات اللايكات اللايكات، نفس الفكرة. طيب السؤال، قلنا هل السحب بيجيب لك نقطة صفر؟ اعذرونا على صوت الهواء إذا كان طالع صوت الهواء، اعذرونا، تمام. هل السحب بعطيك نقطة صفر ولا ما بعطيك نقطة صفر؟ تمام، الجواب لا، ما بعطيك نقطة صفر. أوكي، السحب ما بعطيك نقطة صفر. طبعا هسا احنا بعديها راح نشوف نقطة الصفر وراح نروح باتجاهها ونأخذها فحص كامل، يعني احنا راح نأخذها فحص كامل، واحتمال الحلقة اللي بعدها، واحتمال أكمل هاي الحلقة ما بعرف، تمام. نرجع بنقول السحب ما بعطيك نقطة صفر. طيب شو النظام اللي بيشتغل عليه السحب؟ الهالات يا أخوان الموجودة الآن، أنا عندي نقطة صفر في النص، الهالات الموجودة في اتساع، يعني كل ما أبعدت عن نقطة الصفر كل ما صارت الدائرة أوسع، يعني قطر الدائرة لما بكون مثلا حوالين نقطة الصفر هو مثلا على سبيل المثال متر في متر، ماشي، أبعد شوية عنه بصير مثلا مترين في مترين، بعدين ثلاثة في ثلاثة، بعدين أربعة بأربعة، بعدين عشرة بعشرة، بعدين مية بمية، تمام، عبال ما آخر إشي يتشتت. وأنا ما أتوقع، يعني لغاية الآن أنا ما شفت إنه في إشي يتشتت صراحة، يعني كله قاعد بيظلوا مكمل لمسافات بعيدة. طيب أحول بس الكاميرا على الظل شوي، تمام، لأنها بتعطي فوكس قاعدة، ما بعرف، إضاءة عالية، تمام. نرجع بنكمل، كل ما اتسعت الدائرة كل ما كان المحيط تبعها أكبر، أوكي. طيب شو يعني؟ يعني نظام التردد تبع السماعات، حلو. طيب أنا موجود في مكان، أنا موجود في مكان، بقدر أحصر عن طريق السحب، بقدر أحصر الهدف وين هو. ليش؟ الآن النبضة بتعطيك على الهدف مباشرة، على اعتبار أنه وجهي هو الهدف، تمام؟ النبضة بتعطيك الهدف مباشرة هيك، ها، على سبيل المثال هذا اعتبروه معدن، طبعا هاي اليمين يا أخوان، النبضة بتعطيك عند الوجه مثلا أو على نقطة الصفر مباشرة. طيب السحب ما بعطيك على نقطة الصفر مباشرة، السحب قاعد بأخذ لك بطريقة الترددات تبعت السماعات أو الامبليفاير، تمام، بتأخذ لك إياها بالشكل المثلث أو بالشكل النصف دائري، يعني مسكة الهالة الثامنة التاسعة الثامنة الاثناعش إلى آخره، الهالات اللي احنا حكينا عنها قوية، مسكة الهالة هون، فبتعطيك السحب بداية من الهالة القوية اللي أخذتها من هون، مش من نقطة صفر، نقطة صفر في الوسط، فهي بتعطيك بداية من هون، ماشي، ونهاية من هون. طيب بلشت أنا أخذت البداية من هون، ماشي، معنا نقطة صفر في الوسط، أخذت البداية من هون، كملت، رجعت، أخذت البداية الثانية من هنا، ماشي، بقدر أحصر إنه هدفي في الوسط، تمام، يعني بقدر أعرف إنه هدفي في الوسط. طيب بعدي عن الهدف، بقدر كمان أعرف بعدي عن الهدف. كيف بقدر أعرف بعدي عن الهدف؟ حسب اتساع النبضة من هون والنبضة من هون، السحب حسب الاتساع تبعه. يعني إذا كان الاتساع كبير جدا، تمام، يعني إذا كان كبير جدا فهو مش هدفين، هذا مش هدفين، لكن بكون اتساع الهالة كبير جدا، إذن أنا لازم أمشي مسافة عبال ما أصغر الهالة. طيب تتذكروا لما احنا هذا اليوم شرح، اعتبروه شرح، وخلينا نشوف إن شاء الله ونشوف هذا الهدف كيف ونشوف شو وضعه. تتذكروا لما أجينا قلنا يا إخوان في فيديو صورناه للسحب، وظلينا نمشي نمشي نمشي، كل ما نمشي نفحص مرة ثانية، كل ما طبعا ما حدش فهم ليش، يعني لغاية الآن ما حدش فهم ليش، أو ما حدا أعطانا بالتعليق إنه طب أنت ليش مشيت لقدام، ماشي، طب أنت كنت تقول يا شباب والله أنا كل ما أمشي لقدام قاعد بأخذ الهالة، طول ما أنا قاعد بأخذ السحب إذا الهالة موجودة، الآن بطلت أخذ السحب راحت الهالة، إذا صار الهدف وراي، تمام، هيك كنا نحكي، مزبوط ولا لا؟ نعم صحيح. طيب أنا راح أقول لكم شغلة،
اعطيكم هالسر، يعني هذا السر اللي هسه راح تستفيدوا منه ان شاء الله. الان احنا لما اخذنا السحب يا اخوان واعطانا الشكل اللي هو مفتوح زي هيك، تمام، الان انا بقدر اعرف قديش المسافه اللي لازم امشيها كمان. يعني كل ما كانت الدائره او كل ما كانت السحب واسع لازم اطلع لقدام، كل ما كان واسع اطلع لقدام عبال ما اصغر السحب بطريقه صغيره عشان اقدر اعرف ان انا تقريبا وصلت للهدف. تمام، خليكم معنا ثواني. وضحت يا اخوان؟ يعني كل ما تصغر المسافه كل ما انا قاعد بقرب للهدف، اذا صرت اعرف قديش المسافه بيني وبين الهدف. هذا بالنسبه للسحب. النبضه تختلف عن السحب، النبضه بتعطيك قاعده نقطه الصفر التقريبيه، يعني ما بيزيد عن مترين في مترين تقريبا يعني، فانت بتكون اصلا بعد ما اخذت النبضه عارف انت وين رايح او عارف هدفك تقريبي وين هو. وضحت؟ يعني بتكون انت فهمت ووصلت للمعلومه. طيب سؤال بيسالوني اياه الاخوان، انه في حاله مثلا على سبيل المثال انا في مكان وفي عندي سحب او في عندي نبضه لكن في هدف جنبي، تمام، طب الهدف اللي جنبي هذا ليش بيطلعش؟ طب ايش معنى؟ ليش بتيجي بتقول لي مثلا والله اعطتني سحب او اعطتني هدف فوق ماشي وفي هدف هون وفي هدف هون، وجيت انت نفسك جيت قلت في اهداف ثانيه؟ تمام، خليكم معي. معلش اخوان قطعنا شوي بس نكمل. طيب انت بتيجي يا حراني بتقول لي مثلا على سبيل المثال انه في هدف بعيد اعطاك سحب واعطاك نبضه ووضعه تمام التمام، طيب معلش الارض ما فيش فيها غير هدفها، تمام، طب بلكي في هدف امامك، طب انت بتيجي بحلقه ثانيه بتصور لي هدف بعدين بترجع بتصور لي هدف جنبك ماشي، وبتقول انت هذا الهدف اللي انت حكيت عنه لبعيد ماشي اللي انت سولفت عنه وقلت هدف قوي اوكي ورحت عليه زقزاق والى اخره وبلشت الزقزاق، بلشت الزقزاق من جنب الهدف اصلا اللي في الحلقه اللي بعدها انت مصور هدف وبلشت من عنده زقزاق، تمام، للهدف الكبير، طب ليش الهدف هذا ما اعطاك الزقزاق؟ اشمعنى؟ ولا هو تخاطر مع السيخ انه والله يا سيخ لا تاخذش ولا هدف موجود في المنطقه غير الهدف هذا مثلا؟ طب ما ممكن يكون في يعني وانت ماشي الزقزاق اصلا يعني يصادف انه يكون في هدف تحتك، تمام، او في طريقك يكون في صادف فيه هدف موجود، ليش بتيجي بتقول لي فقط الهدف هذا؟ سؤال صعب، سؤال صعب، تمام، واللي بيقدر يحل هذا الجواب غير انه الهدف القوي مثلا بروح باتجاه الهدف القوي، طب لا انت قريب على الهدف، لما بتكون قريب على هدف ثاني مفروض من المفروض انه يعطيك الهدف الثاني، ما يعطيك الهدف هذاك، لا تقول لي قوي، تمام. اسالكم السؤال هذا ونشوف اجاباتكم بالتعليقات، اشمعنى؟ اشمعنى؟ يا هو التخاطر مع السيخ او انت بتسولف انت والسيخ وبتحكي انت وياه وبتقول يا سيخ تروحش غير على الهدف هذا، او انه في اشي ثاني، في اشي ثاني. طب انا اخذت السحب على سبيل المثال، اوضح لكم السؤال كيف هو، اخذت السحب على سبيل المثال، السحب اعطاني المسافه اللي تحت على بعد 500 متر، طب معلش، طب انت بتيجي بتقول لي هذا الجبل مليان اهداف، كله اهداف، طب ايش معنى من هون ل 500 متر ماشي من هون ل 500 متر ما اعطاكش ولا هدف؟ ايش معنى؟ مع انه بالحلقه اللي بعدها او اللي بعدها ماشي انتبهوا يا اخوان للحلقات، انتوا تبوا بتلاقيني مثلا جيت اخذت هدف امامي هون ماشي والهدف اللي قبله السحب اعطاني هناك اخر الدنيا، مش قوه هدف السلافه، السلافه مش قوه هدف، في اشي معين. بدنا نشوف البطل يا اخوان اللي بده يجاوب على هذا السؤال، بدنا نشوف اللي فاهم وعارف شو القصه. والسؤال للمتابعين المبتدئين ولا المتابعين الخبراء اللي زمان صار لهم عندنا في القناه واللي هسه جداد مبتدئين، لكن اللي زمان صار لهم برضو لهم السؤال، وللخبراء اللي بيحكوا عن حالهم خبراء برضو لهم السؤال ماشي ويسالوا، ترى ما بنعتبرها انه احنا يعني هم جابوا احنا ما بنعتبرها انهم هم بنقصوا فينا، لا والله يا اخوان، يعني هذا سؤال للجميع، للخبراء المبتدئين والخبراء الهوامير اللي عندنا والخبراء اللي موجودين على القنوات الثانية أو أي خبير موجود في الدنيا واحد بيحكي عن حاله فحيص سياخ، تمام، جاوب على هذا السؤال بس. سؤال صعب ما أحد راح يعرف يجاوبه، وأنا بقول لكم ليش بالسحب أو بالنبضة، النبضة أو بالسحب أعطاني هدف بعيد عني 100 متر 200 متر
ومشيته زقزاق، وكان في أهداف ثانية مع أنها قريبة علي لكن ما أعطت، وظل ماشي الزقزاق لعند الهدف. هل هو تخاطر؟ هل هو طاقة؟ هل هو قوة خفية جاية من الفضاء الخارجي؟ هل هو أي إشي؟ جاوبونا على هذا السؤال، تمام. والحلقة اللي بعد هاي راح نتابع ونشوف وين الهدف، راح نكمل الفيديو من المكان اللي أنا واقف فيه هسه، راح نكمل الفيديو عشان ما تقولوا أنه والله قطع وإلى آخره، تمام. راح أكمل الحلقة اللي بعدها مباشرة على هناك إن شاء الله أنكم بتكونوا جاوبتوا على السؤال، لأنه هذا السؤال صعب تجاوبوا عليه. مش أنتوا بتقولوا اسأل 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 وإحنا خبرة، أعطوني جواب هذا السؤال. ليش؟ هاي كمان مرة، ليش هدف موجود أخذته نبضة أو أخذته سحب واخذته زقزاق، ماشي خلينا نقول قربت عليه او ما قربت عليه، بس عديت عن اهداف كثير بطريقي، طيب ليش ما عطاش على الاهداف اللي انا عديت عليها يا اخوان؟ كويس، هذا هو السؤال، وبتمنى انكم تجاوبوه كلياتكم، وان شاء الله انه جوابكم يكون صحيح، لانه هذا سؤال صعب انكم تجاوبوا عليه، لكن ان شاء الله انكم راح تكونوا قدها. الاجوبه يا اخوان بالتعليقات تحت الفيديو وليس اثناء بث الحلقه، في التعليقات تحت الفيديو، ولا تنسوا اللايكات يا اخوان، لانه اللايكات بتفيدونا فيها. الله يعطيكم الف عافيه، وان شاء الله اللي مش مشترك في القناه طبعا شارك في القناه وفعل الجرس وشوف حلقات سابقه حلقات الجايه، وان شاء الله راح تستمتعوا اكثر واكثر بالحلقات القادمه. وروح